يستخرج زيت طبيعي عالي الكفاءة من ثمرة شجرة الزيتون، زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. تتجلى القيمة الغذائية لزيت الزيتون في احتوائه على عناصر غذائية كثيرة، فكل 100 جرام من هذا الزيت تحتوي على العناصر الغذائية التالية: 14% من الدهون المشبعة، 73% من الدهون الأحادية غير المشبعة، 10% من أحماض أوميجا 6 الدهنية، و76% من أحماض أوميجا 3 الدهنية، و72% من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين ها، و75% من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين كاف. وعلاوة على ما سبق، يزخر زيت الزيتون مجموعة كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة، وهو ما يشكل السبب الرئيسي للفوائد الطبية الكثيرة التي ينطوي عليها هذا الزيت. زيت الزيتون هو مضاد للأكسدة بشكل طبيعي، لذلك فإنه قد يساعد في منع الضرر الناتج من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان. كما أن زيت الزيتون يحتوي على تركيز عالي جدا من عنصر يسمى سكوالين، مقارنة مع الأنواع الأخرى من الدهون والزيوت، والسكوالين هو ما يعطي زيت الزيتون دفعة إضافية مضادة للأكسدة. والأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون هي دهون غير مشبعة أحادية تسمى حمض الأوليك، وتشكل 73% من إجمالي محتوى الزيت. تشير الدراسات إلى أن حمض الأوليك يقلل من الالتهاب، وربما يكون له آثار مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان، وهو غني بالفيتامينات. وزيت الزيتون يحتوي على العديد من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين A و D و K، بالإضافة إلى فيتامين E، وهذه الفيتامينات هامة وضرورية لتعزيز صحة الجسم والبشرة. من المعروف أن زيت الزيتون النقي البكر واحد من عجائب عالم الطبيعة في الطعام، وذلك لما له من العديد من الفوائد الصحية والجمالية وأيضا العلاجية. ويحب الكثير من الناس إضافة زيت الزيتون إلى الأطعمة، بل والطهي به أيضا. أما البعض فيحب استخدامه للشعر وترطيب الجلد. لذلك فإننا اليوم جمعنا لكم جميع فوائد زيت الزيتون المختلفة، فتابعونا لتتعرفوا عليها. تثير الظواهر الصحية للدهون الغذائية الجدل، ومع ذلك يتفق الخبراء على أن زيت الزيتون وخاصة البكر الممتاز مفيد للصحة، فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية لزيت الزيتون التي تدعمها البحوث العلمية. ويحتوي صابون زيت الزيتون الطبيعي على الجليسرين المرطب، والذي تفقده معظم المنظفات التي تسبب تهيج الجلد. صابون زيت الزيتون يساعد على تنظيف البشرة دون تجريدها من الزيوت الطبيعية، لذلك فلا ينتهي بك الأمر إلى وجه جاف ومتقشر بعد استخدامه. فيساعد زيت الزيتون على السماح للبشرة بالتعرق والتخلص من الخلايا بشكل طبيعي. يقدم صابون زيت الزيتون للوجه رائحة عطرة ومنعشة، ولكن بشكل لا يثير الحساسية في الأنف. الجرعة الآمنة من زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون آمنا تماما عند تناوله بشكل مناسب عن طريق الفم أو تطبيقه على الجلد. يمكن استخدام زيت الزيتون بأمان كنسبة 14% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، هذا يكون حوالي 2 ملعقة طعام أو 28 جرام يوميا. تم استخدام ما يصل إلى 1 لتر في الأسبوع من زيت الزيتون البكر بشكل آمن كجزء من نظام غذائي على الطراز المتوسطي لمدة تصل من 5 إلى 8 سنوات. ومستخلص أوراق الزيتون آمن بشكل جيد عندما يؤخذ عن طريق الدم. زيت الزيتون وعلاج مشاكل الشعر: علاج القشرة يمكن لزيت الزيتون الممزوج بعصير الليمون المساعدة في علاج مشكلة القشرة، حيث عادة يساعد عصير الليمون الحامضي على تجفيف قشرة الرأس، بينما يرطب زيت الزيتون طبقة الجلد الجديدة. ويمكن استغلال هذا المزيج عن طريق تدليك فروة الرأس وهي رطبة، وترك المزيج لمدة 20 دقيقة ثم شطف الشعر بالشامبو. ويجب الانتباه أن هذا العلاج يستخدم مرة كل أسبوعين. وعلاج التقصف: يكون الشعر أكثر عرضة للكسر والانقسام والتقصف في شهور الشتاء،
والذي يجعل الشعر يبدو بمظهر سيء، والقليل من زيت الزيتون يمكن أن يساعد في التخلص من بعض هذه المشاكل، حيث يضيف زيت الزيتون الكثافة والرطوبة للشعر، وهو مثالي كحل سريع. فقط ضعي قليلا من زيت الزيتون على أصابع يديك وقومي بتمريره على الشعر بعد تصفيفه لوضع اللمسات زيت النهائية. الزيتون لا يبدو أنه يزيد من احتمال زيادة الوزن، إن تناوله باعتدال قد يساعد حتى على فقدان الوزن. في دراسة استمرت 30 شهرا على أكثر من 7000 طالب جامعي إسباني، لم يكن استهلاك الكثير من زيت الزيتون مرتبطا بزيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة لمدة 3 سنوات شملت 187 مشاركا أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون مرتبط بزيادة مستويات مضادات الأكسدة في الدم وفقدان الوزن. يقدر بعض العلماء أن الزيوت النباتية الموجودة في 3.5 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز لها تأثير مماثل مثل 10% من جرعة البالغين من الأبيوبروفين، الدواء المسكن للآلام والمفاصل وخافض للحرارة. وتشير الأبحاث أيضا إلى أن حمض الأوريك، وهو الحمض الدهني الرئيسي في زيت الزيتون، يمكن أن يقلل من مستويات علامات الالتهابات المهمة مثل البروتين التفاعلي CRP. وأظهرت إحدى الدراسات أيضا أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب. وفي دراسة العلاقة بين زيت الزيتون وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية على نطاق واسع، وجدت دراسة كبيرة أجريت على 841 ألف شخص أن زيت الزيتون هو المصدر الوحيد للدهون غير المشبعة الأحادية المرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. وفي مراجعة أخرى على 140 ألف مشارك، كان أولئك الذين يستهلكون زيت الزيتون أقل عرضة للسكتة الدماغية من أولئك الذين لا يستعملون. ويعد زيت الزيتون البكر الممتاز أحد المكونات الرئيسية في النظام الغذائي، حيث يحمي من أمراض القلب بعدة طرق، فهو يخفض الالتهاب ويعدل الكوليسترول الضار ويحميه من الأكسدة، ويحسن بطانة الأوعية الدموية، ويساعد في منع تجلط الدم المفرط. ومن المثير للاهتمام ما ثبت أيضا أنه يخفض ضغط الدم، أحد أقوى عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة. في إحدى الدراسات قلل زيت الزيتون من الحاجة إلى أدوية ضغط الدم بنسبة 48%. تشير عشرات الدراسات، إن لم يكن المئات من الدراسات، إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز له فوائد قوية على القلب. ملخص الدراسات تشير إلى أن زيت الزيتون يعمل على مكافحة مرض الألزهايمر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث. مرض الألزهايمر هو الحالة العصبية الأكثر شيوعا في العالم. واحدة من السمات الرئيسية له هي تراكم ما يسمى لويحات بيتا أميلويد داخل خلايا الدماغ. وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت مخبريا أن المادة الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تساعد في إزالة هذه اللويحات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة بشرية أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي متوسط غني بزيت الزيتون تعزز من وظائف المخ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث حول تأثير زيت الزيتون على مرض الزهايمر. وتبين من كل الدراسات الرصدية والتجارب السريرية إلى أن زيت الزيتون إلى جانب حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وقد ربطت العديد من الدراسات زيت الزيتون بالتأثيرات المفيدة على نسبة السكر في الدم وحساسية الإنسولين، كما أكدت تجربة سريرية على 418 شخصا مؤخرا الأثار الوقائية لزيت الزيتون. في هذه الدراسة قلل اتباع نظام غذائي متوسط غني بزيت الزيتون من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة تزيد عن 40%. والمعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون لها خصائص مضادة للسرطان.
السرطان هو أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في العالم، والناس في دول البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر أقل لبعض أنواع السرطان. ويعتقد الكثير من الباحثين أن السبب يكمن بأن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون تقلل من الأكسدة الناتجة عن الجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما تثبت العديد من دراسات أنابيب الاختبار أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكنها محاربة الخلايا السرطانية، ويمكن أن يساعد زيت الزيتون في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي. التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يتميز بمفاصل مشوهة ومؤلمة. وعلى الرغم من أن السبب الدقيق غير مفهوم، ألا أنه يشتمل على جهاز المناعة الذي يهاجم الخلايا الطبيعية عن طريق الخطأ. يبدو أن مكملات زيت الزيتون تعمل على تحسين علامات الالتهاب وتقلل الإجهاد التأكسدي لدى الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يبدو أن زيت الزيتون مفيد جدا بشكل خاص عندما يقترن بزيت السمك، وهو مصدر الأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهاب. وفي إحدى الدراسات حسن زيت الزيتون وزيت السمك معا بشكل ملحوظ من قوة قبضة اليد، وخفف من الآلام المفصلية والتصلب الصباحي عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ومن خصائص زيت الزيتون أن له فوائد مضادة للجراثيم، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع أو تقتل البكتيريا الضارة مثل هيليكوباكتر بايلوري، وهي بكتيريا تعيش في المعدة ويمكن أن تسبب تقرحات وسرطان المعدة. وقد أظهرت دراسات الاختبار أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحارب 8 سلالات من هذه البكتيريا، 3 منها تقاوم المضادات الحيوية. أشارت دراسة أجريت على البشر إلى أن 30 جراما من زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يتم تناوله يوميا يمكن أن يزيل عدوى هيليكوباكتر بايلوري في 10-40% من الأشخاص المصابين في أقل من أسبوعين. ومن فوائد زيت الزيتون مع مكملات أخرى مثل الثوم، يمكن الحصول على فوائد زيت الزيتون والثوم عند مزجهم معا بقليل من عصير الليمون للتخلص من السموم في الكبد. فبإضافة الثوم والليمون وزيت الزيتون إلى نظام غذائي صحي شامل، سيعطي الجسم الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد على طرد حصوات المرارة من الكبد والمساعدة في الهضم وتحسين الصحة العامة. ولكن لا يستخدم هذا المزيج بكميات كبيرة، بل يجب استشارة الطبيب في حال حدوث أي مشكلات هضمية أو رد فعل تحسس. ومن فوائد زيت الزيتون في الحالات النسائية، حيث يستخدم زيت الزيتون في ترطيب المهبل وعلاج الجفاف والتهيج، فهو من أفضل العلاجات الطبيعية المنزلية التي ليس لها أثار جانبية تقريبا لعلاج الجفاف المهبلي، حيث يمكن استخدام زيت الزيتون على السطح الخارجي، كما يمكن إدراجه داخل حواف المهبل فقط دون إدخاله. زيت الزيتون ممتاز لتجديد الأنسجة الجافة والمتهيجة والحفاظ على ترطيب المهبل. ولا ننسى فوائد زيت الزيتون للأطفال. يتميز زيت الزيتون بخصائص غذائية جيدة للغاية، وبناء على هذه القيمة الغذائية المرتفعة ينصح خبراء التغذية الأمهات باستخدام زيت الزيتون للطهي وفي وصفات الطعام المختلفة بشكل عام بدلا من الزيوت الأخرى. كما تستخدم كثير من الأمهات زيت الزيتون البكر لتدليك بشرة الطفل، وهو خيار جيد حيث تستجيب التهابات الحفاظ وقبعة المهد، وهي شكل من أشكال الإكزيما الدهنية التي تتميز بالقشور، تستجيب بشكل جيد لزيت الزيتون البكر. ولتحصل على الفائدة الصحيحة، تأكد من الحصول على النوع الصحيح من زيت الزيتون. شراء النوع الصحيح من زيت الزيتون أمر في غاية الأهمية،